السوري مستر المعلومه محميد السوري. انت عندك واحد الوثيقه، اذا الوثيقه اللي كانت غتمس بالمعطيات الشخصيه ديال واحد شخص اخر، هذا داك الشيء غيدعيك حمايه المعطيات ديال الطبع الشخصي. ما يمكنش غادي الا كانت تدخل في اطار حمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي، ما تبقاش حق الحصول على المعلومه، حيث كاين هناك واحد تناغم ما بين قانون حمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي وقانون حق الحصول على المعلومه. عندك حق الحصول على المعلومه، ولكن شريطه انك ما تمش بمعطيات ذات الطابع الشخصي، واحد ما تكونش مقتضى للاستثناءات نص عليها المشرع. إذا كانت ما كانش في اطار الاستثناءات، ما كانش في المسائل اللي تتمس بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ما يحاسبك حتى شخص اخر. اذا هذا هو مكتوب فيها سري للغايه وثيقه. سري شو سري للغايه؟ كيف سري للغايه؟ شنو فيها سري للغايه؟ اي وثيقه ممكن تدير فيها سري للغايه. سري للغايه واش داخله في اطار السريه ولا داخله في اطار السريه؟ السرية معلومة، قلنا شوف أي حاجة تمس بالحقوق الحقوق والحريات الأساسية ديال المواطن، الاستثناءات كاملة قلنا حماية المعطيات الشخصية تتمس بالحقوق الحقوق والحريات الأساسية، تتمس بالأمن، تتمس بالنظام العام إلى غير ذلك المعطيات اللي نص على ذلك المختلف. هنايا هذه مختلفة، ما غيرها ما يمكنش واحد يقول ما يمكنش أنا وثيقة نجيب فيها سير الغايه وكره السريه. عندما مثلا نسخه الحكم، نسخه الحكم هي عندك هي فيها معطيات طابع شخصي، فيها معلومات، ولكن ما فيش ديك المعلومات انت تاخذها، هذه معطيات ذات طابع شخصي ديال الشخصيه ديالك انت. الصحافي تيتحمى في مصدر المعلومه، ما يمكنش يصور واحد الحاجه ويجي يقول له شكون اللي عطاك هذه المعلومه، ما يمكنش تعطيها له. حكمة 27 راه قلنا نصت على ذلك.